أرادت فعل هدية الإيجابية كانت منتظرة إنه الناس كيس مع ممثلين صف أول ونجوم. فكرة إنه ثلاثة معمار بعد ما عملت الخائن وبدلت مشيت لبلاصة أخرى معناتها دور آخر مركب وسعيد. الناس كانت عندهم انتظارات كبيرة، حتى محمود نصر حتى سامر إسماعيل كلهم خرجوا جو المسلسلات التركية رجعوا للأصل. انتظارات الناس كانت كبيرة، غير هكا قوي مصر معناتها حبوا الليفل يكون أعلى شوية كتقنيات وكان يجيبوا مخرجة مهمة. ونادالي الحقيقة والله هما كل عام يكلموني على مشروع وأنا كانت سكت كتيرة شوية الحقيقة، شوية خوف من الوضع. وبعد قلت لي معناتها المشروع مهم، النور معناتها باهية برشا في دمشق، ناس تصور ناس عايشة ما فيهمش حتى إشكالية. أنا مانيش وحدي، فما جدا مهم ديكور تونسي معناتها هو اللي مشرف على الديكور اللي نعمل فيه. وهنا توا معناتها احنا في مازلنا يمكن 20 يوم تصوير ونكمل. كما قلت لك المشروع مهم مهم يعني مهم كنص، أهم حاجة هو النص والممثلين بعض. احنا كنا مستوعبين المسؤولية يعني كل فريق مش من توا من اللي بدنا نصور. كانت عندي قناعة إن المسلسل بيشتغل وكان في بوادر من الناس كل تصنع. نرجع ونقول لك النص مهم، أجواء مهمة، هذا كان بالذات في البداية معناتها أما أحداث بيشتقوا عن بعض بيشتقصر صراعات، هذا كله مع برشا حنكة من المخرجة في سرد القصة. وكما قلت لك معناتها مشروع مهم يعني أنا يمكن ربي يحبني وفجعت السوري على مشروع مهم بهالمهم بالنسبة لنا. فهمت؟